مرحبا محترمين، ورجعنا لكم بفيديو جديد. جاي علمك تحمي حالك كيف بتضرب بحديد، كيف تنيم بلا منوم، ندها بتعلم كم ضرب على الخفيف وعوافي يا محترم. مرحبا يا محترمين، كيفكم؟ رجعنا لكم بحلقة جديدة من السلسلة الجديدة. تحية لزملائنا المدربين اللبنانيين والعرب وجميع أبطال ولاعبي المواي تاي. رح نشوف اليوم تقنيات جديدة، كذلك الأمر بالمواي تاي اللي اللاعب بيستفيد منها على الرينك. التقاء القدم كلنا نعرف أنه هذه ميزة برياضة المواي تاي. رح نشوف اليوم كيف ممكن نستخدمها، كيف نستفيد منها بالشكل الصحيح. طبعا في كتير اشياء تقنيات ممكن ننفذها خلال او بعد التقاط القدم. واحد، امتصاص الاجر، كلنا صرنا بنعرف كيف لازم نمتصها. اثنين، بدل ما اضرب من هون او اضرب من هون، شو حاعمل؟ حاسحبها لبرا. بلحظه التقاط القدم ما بدي اتاخر بالتصرف هون، لانه خصمي ممكن يتصرف معي وياخذ، ايوه ممكن ياخذ عده حالات دفاعيه. مجرد ما التخطنا القدم دغري بدي اسحب. واحد، اثنين، هالمره التخطت وجبت ثلاثه تحت وطلعت بالركبه على الوش. القصد نزل له وشه لعندي، وبهيدي اللحظه ذاتها الركبه وين بدها تطلع؟ على وجهه. التقاط القدم اخذناها، طلعت لبرا شوي واخذت بالمشط وجبته لتحت. بهيدي اللحظة كنت انا حاضر من هون، اطلع على الوجه. واحد، اثنين، ثلاث، اربعة. منعيد من الجهة الاخرى. التقاط دايما ايدك التانية على وشك، بدك تعمل حساب اي ردة فعل، والسرعة المطلوب منك هي الاساس. بطلع لتحت وبطلع على الوجه. واحد، اثنين، نفس الموضوع. راوند كيك، نفس الحركة ذاتها، عم بيجي لهون، سحبت ودغري طلعت وين؟ بكوعي على وشه. اندفاعه مع قوة كوعي قوتين تصادماتين، يعني عم بتصادموا القوتين مع بعض، فبالتالي القوة بتكون فعالة أكثر. نرجع بنعيدها مرة بعد. واحد، سحبنا هي ونازل، عم بطلع أنا بالكوع. هلأ من هون إذا طبعا صبت انتهى، إذا ما صبت فيني كفي معه دغري من وراء الى اخره. نفس الاسلوب، نفس الطريقه، نفس التقنيه، بيستفيد منها باكثر من تكنيك. واحد، اثنين، ثلاث. واحد، اثنين، ثلاث. على الجهه الاخرى كمان. واحد، اثنين، بوم. بشكل سريع بعظمه الكوع من هون. واحد، اثنين، وهذه كانت حلقتنا لليوم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا وعجبتكم الحلقة واستفدتوا منها، ونشوفكم بالحلقة الجاية. عوافي يا محترمين. مرحبا محترمين، ورجعنا لكم بفيديو جديد. جاي علمك تحمي حالك كيف بتضرب بحديد، كيف تنيم بلا منوم، ندها بتعلم كم ضربي على الخفيف وعوافي يا محترم.